السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. النهار ان شاء الله غادي نتحدثوا على موضوع اللي انا في الحقيقة جربته، وهو الثوم. ماذا يحدث عند اعطاء ارانب الثوم؟ انتم كما كتشوفوا هاد الارانب اللي كنت وريتكم في فيديو سابق، راه كانت عندهم تقريبا جوج سيمانات ملي وريتهم لكم. دابا راه عندهم الشهر، دابا راني فطمتهم على الام ديالهم، ولكن خليتهم مقابل مع الام ديالهم. انتم كتشوفوا الام ديالهم راه تمايا كتشوف فيهم، وهما درت لهم الكريتينه باش يتدفاو فيها في الليل. انتم دابا الموضوع ديالنا هو على التوم. التوم الا مشيتي تعطيتيه للارانب سمو كيأثر عليهم. هما كيفاش الطريقه ديالو؟ غادي نوريكم الطريقه ديالو، انكم كديروه في الماء وتخليو داك الثوم حتى كيطرطق الراس، يعني كيتنفخ وكيطرطق. كيفاش اسمه هو التأثير ديالهم على الأرانب؟ أنه مضاد حيوي 100%. كونوا متأكدين أن كاع الناس اللي كيستعملوا الأدوية يعني المعوية، وكيستعملوا الأدوية ديال الدموية يعني الليبرا، راه الثوم سيدي ربي عاطيه لنا، خلق لنا هاد 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 النبات هذا، أننا يعني ما غاديش ندمو عليه الا مشينا عطيناه الارانب ديالنا. كيفاش الطريقه؟ هنا راني جربتها، الثوم هكا يكون عباره عن فصوص هكا، كتشدو واحد كتقشرو هكا بلا بدون ما تقشروه كاع، غير فص هكا كاع. الا بغيتو تفلحوه فلحوه، ولكن نتوما غير بهذه الطريقه هكا. نتوما كتشوفوا تجيو الشرابه ديالهم صافي، وتحطوا لهم واحد جوج فصوص هكا وتخليوه. هما راه منين كيشربوا منه كونوا متاكدين ان هاد الطريقه مضاد حيوي 100%. لا للتنفس، للجهاز التنفسي ديالهم، لا كاين الارانب اللي كيمرضوا، الناس اللي كيمرضوا لهم الارانب كيضيقه، كاين اللي كيمرضوا لهم الجهاز التنفسي ديالهم، مخاطي ديالهم، يعني كيبقى داك الجهاز البلغم ديالهم كيولي بحال الانسان، حتى هما كيتاثروا، كيوليو عندهم دوك العطيس، كيولي عندهم الرواح، كيولي عندهم. وحتى بالنسبه للجهاز ديال يعني الكرش ديالهم، يعني المعده والمراره، كل شيء راه تكونوا متاكدين ان اللي عطيتهم الثوم راه مضاد حيوي 100%. وهذه راه كنقول لكم مجربه، يعني الناس ديال بكري هما اللي كانوا كيديروا هاد الحوايج هادو، ما كانوش كيعرفوا اسمه هو الدواء كاع، ما كانوش يعرفوا اسمه هي ليبرا، وكانوا كيكبروا لهم القناين وكيستافدوا منهم. وحنايا في هاد الجو اللي ولينا فيه، الجو حقيقه كلشي لاحظت، الا لاحظتوا معايا كلشي الناس ولاو كيمرضوا واحد الامراض، نقولوا الضيقه، كاين حساسيه، كاين سميتو الانسان ولا يعني على والو كيمرض، الا مشى تخرج غير البرد كيمرض. اما الناس اللي كانوا بكري راهم كانوا عايشين طبيعي، ما كانوش كيديروا المواد الكيميائيه، ما كانوش كيديروا الدوايات، كانوا عايشين صحاح. انا حاولت نسول الناس ديال بكري، يعني دوك الناس اللي كبارين في السن، كيفاش كانوا كيديروا الطرق. وواحد المراه كبيره هي اللي قالت لي هذه الطريقه، قالت لي ان الثوم راه مضاد حيوي. هي مسكينه ما عارفاش سمو هي مضاد حيوي ولا ما عارفاش اش داك الشيء كان كيدير فيهم، ولكن منين يعني سولت وبحثت في الانترنت، لقيت انه الثوم لابد ما يكون عند القناين، لانهم كيوليو عندهم مناعه 100%. كونوا متاكدين. انا جربتها، حاولت اني نبعد على حساب الدوايات، وهذه حاولت نجرب هذه الطريقه وجربتها على واحد الخلفه، والحمد لله كانوا مزيانين، يعني ما مرضوش والامور دازت هي هذه. اذا الى عجبكم الفيديو ساندونا وتكيو على زر جيم، ومرحبا بالتعاليق الطيبه ديالكم، والى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.